روسيا بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة بمحادثات سلام. ونقلت الصحيفة أن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإن محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى. أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات الأوكرانية استهدفت سد نوفا كاركوفا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا، وأصيب بأضرار جراء القصف. وبينت وسائل الإعلام أن الصاروخ الذي استهدف السد أطلقه نظام صواريخ هامرس الأمريكي الصنع. وفي وقت سابق حذر الرئيس الأوكراني من تداعيات تفجير السد الاستراتيجي والذي يهدد بإغراق منطقة واسعة من الجنوب الأوكراني، بينما تتهم روسيا أوكرانيا بقصف السد بالصواريخ والتخطيط لتدميره. يأتي هذا في ظل معارك محتدمة في مناطق الشرق الأوكراني، في معركة وصفت بالمفصلية في الحرب المندلعة منذ أشهر. ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذا دكتور محمود، الآن ومع هذا الوضع ميدانيا، الحديث يتطرق من قبل الولايات المتحدة لربما بدعوة إلى كييف للتوجه إلى نوع من المفاوضات، فما هو وضع موسكو في هذا الجانب؟ أول شيء سعد أوقاتك سيدي الكريم وللأخوة المشاهدين. طبعا هذه ليست أول مرة تطلب فيها واشنطن بشكل غير رسمي لحكومة كييف أن تبدأ المفاوضات مع روسيا. أذكر من حوالي أسبوعين كان هناك رسالة موقعة من 30 سيناتر أمريكي بالكونغرس، الطلب وكان طلب من بايدن أن يضغط على الرئيس زيلينسكي لبدء الحوار مع موسكو، وبدء الحوار الفعلي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول ما يسمى سلامة الأمن الأوروبي. فعليا هذه الرساله لم فعليا بعد حوالي يومين الذي وقع هذه الرساله، قالوا هذه موقعه من زمان وظهرت الان على الاعلام، وهذا شيء غريب جدا. يعني هناك في ضغوطات لاخفاء هذه الرساله او للتخلي عن هذه الرساله. اليوم تسمع من واشنطن بوست فعليا مره ثانيه الضغط على اوكرانيا، ولكن فعليا هذا ليس واقعيا لاول امر، لانه الولايات المتحده الامريكيه لديها القرار هي بالمفاوضات، لانه فعليا اوكرانيا هي عباره عن دميه. بدأ الآن يعني الحاضر والماضي معروف أن أوكرانيا هي وسيلة فقط، عدو جيوسياسي لمواجهة روسيا. فعليا القرار هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. ففعليا لو الولايات المتحدة الأمريكية بدها الحوار أو تريد الحوار لكانت حصلت على الحوار منذ بدء العملية العسكرية. نعم، وما هو موقف موسكو من الحوار هنا؟ هنا نأتي لموقف موسكو. موسكو دائما مع الحوار. يعني فعليا لو كانت اوكرانيا قبلت بالحوار اللي حصل والنقاط الفعليه اللي حصلت في اوائل اذار، كان فعليا حافظت اوكرانيا على كل اراضيها وحتى على الدنباس فعليا، يعني كان في حكم اداره ذاتيه لمنطقه الدنباس، بينما خرسون والزاباروجيا كان ظلت تحت الحكم الاوكراني. هذا امر مهم جدا. جزيره القرم هذا امر منسي بالنسبه الى روسيا، هي اراضي روسيه بامتياز، ولكن فعليا روسيا ترحب، ولكن بعد خروج اوكرانيا من هذا الحوار وما يسمى على اساس قامت القوات الروسيه بنيه وسحبت من كييف، ماذا جعلت الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها؟ جعلوا من انسحاب القوات الروسيه من كييف هو خساره لروسيا ومسرحيه بوتشا وتجريم روسيا بالحرب، فعلمت روسيا ان هي جازت حوار، ولكن للحوار الحقيقي وليس للحوار كما هو الحوار على شكل الحوار فقط. الحوار يجب ان يكون على خط الطريق لايقاف العمليه العسكريه او لايقاف وضمانات روسيه امنيه على اساس يمكن ان يحصل حوار. روسيا ترحب بالحوار وتقوم بعمليات عسكريه بشكل بطيء جدا، تتقدم خطوه بخطوه وتدافع ايضا خطوه بخطوه، فقط لتعطي دائما مجال لما يسمى المفاوضات. يعني على سبيل المثال البنيه التحتيه الاوكرانيه لم تستهدف منذ بدايه العمليه العسكريه غير الان، يعني من حوالي شهر بدات روسيا تستهدف، يعني روسيا لم تدمر الاقتصاد الاوكراني من قبل، الان تريد ان تدمره. فعليا الان تزيد الضغوطات حتى نعم هل نتحدث اذا هنا عن مرحله جديده عسكريا وميدانيا، مع العلم ان هناك حديث ايضا عن محاوله موسكو لتعويض خسائرها في الاسابيع القليله الماضيه؟ بالنسبه للخسائر ليس هناك خسائر بالطرفين، هناك معارك، هناك معركه سياسيه، هناك تقدم اوكراني، هناك تراجع روسي، ولكن ليس بالامر كما تظهره الاعلام. يعني فعليا الامور العسكريه نعم خسائر في التقدم، ولا نتحدث هنا عن الارض. طبعا هذا شيء، ولكن روسيا حتى الان لم تبدا فعليا بما يسمى حرب، هي عمليه عسكريه.
انت ما تبدا الحرب هذا امر ثاني، يعني هناك سيصير اجتياح، سياسه الارض المحروقه، تدمير الاقتصاد بشكل كامل، تدمير ما يسمى الجيش الاوكراني بشكل كامل عن طريق المجازر ما يسمى السجاده المحروقه تسمى لبعض الجيوش. حتى الان روسيا لم تستخدم سلاح الطيران بشكل فعلي حتى اليوم، يعني كل الغارات الروسيه تشترك فيها طائرتين او سلاسل. يعني على سبيل المثال اذا قارنا بس بالعمليه العسكريه في بغداد، في عمليه العسكريه في بغداد قامت الامارات المتحده الامريكيه باستخدام في حوالي 80 طائره لكل غاره، يعني لكل غاره جويه، روسيا تستخدم طائرتين او سلاسل. يعني هذا فعليا هو عباره عن ماذا؟ عن اعطاء مجال للمفاوضات. ولكن فعليا هناك امر مهم جدا، هناك الان الولايات المتحده الامريكيه، هناك لماذا هذه النداءات فعليا؟ يعني هذا اهم شيء، النداءات هي بشكل فعلي انه كل التوقعات الان بسير الحرب الاقتصاديه على روسيا انتهت بالفشل، يعني توقع ان يضرب الاقتصاد الروسي ضربه قاضيه من اول عمليه العسكريه على اساس انهار الاقتصاد الروسي، تحصل احتجاجات شعبيه على اساس يصير ضغط شعبي لايقاف العمليه العسكريه وانسحاب روسيا. هون يمكن لروسيا ان يعني تنتهي سلطه بوتين او تخف شعبيته، على اساسها يمكن ان ترجع روسيا للتسعينات وتسيطر عليها كما كان مسيطر عليها قبل الرئيس بوتين. ففعليا فشلت هذه النقطه، لذلك هناك استنزاف الان للولايات المتحده الامريكيه، استنزاف من ناحيه السلاح والماده وكذلك الاوروبا. هناك تململ اوروبي امريكي من مساعده اوكرانيا، لان نحن نتكلم عن اوكرانيا، لا نتكلم عن دوله صغيره، هي دوله كبيره 40 مليون نسمه، مساحتها اكبر مساحه لدوله اوروبيه بعد روسيا، يعني هذا امر مهم جدا، حتى هي اكبر من المانيا. اوكرانيا، ففعليا هي بحاجه الى اقتصاد قوي، ففعليا هذه المساعدات الغير مقابل السخيه يمكن ان تنتهي نوعا ما، لذلك تطالب الولايات المتحده الامريكيه او بعض الاصوات او واشنطن بوست لفعليا لايقاف العمليه العسكريه. نعم. هذا امر مهم جدا، اما بالنسبه للوضع الميداني، الوضع الميداني انا برايي الخاص يعني وراي ايضا خبراء عسكريين انه روسيا تنتظر حتى تنتهي العمليه العسكريه الاوكرانيه، يعني الان كل الموارد العسكريه، الان اوكرانيا 90% من سلاحها هو سلاح الناتو، ليس هناك سلاح اوكراني قديم، سلاح الناتو، كل القوات الان المدربه كمدربه خارج اوكرانيا فعليا كلها الان على الجبهه، عندما ما يسمى تنتهي العمليه العكسيه يمكن روسيا ان تقوم بعمليه عكسيه. نعم، شكرا لك دكتور محمود. تتقدم بشكل سريع بعد فتره. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمود الافندي الكاتب والمحلل السياسي من موسكو.